تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كان نتيجة رغبة لفعاليات مختلفة من المجتمع. فقد لاحظنا بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رافقها أيضا نهب للمال العام، فهناك تلازم بين الجلاد وناهب المال العام، فهما توأمان. ولهذا قررنا أن نؤسس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وحددنا مطالب بسيطة جدا، هي خفيفة في اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. طالبنا بأن لا يصدر الملك عفوا على الناهب المال العام، طلبنا بأن لا تتقادم هذه الجرائم. ولهذا فلا زال هذا المطلب يعني لم يتحقق، حتى وإن جاءت هذه الحكومة التي نعتبرها قائدة لمحاربة الفساد، ولكنها مع كامل الأسف لا زالت القوانين لم تصدر بعد تنزيلا لهذا الدستور الذي جاء بالعديد من المقترحات التي قدمناها للجنة صياغة الدستور. فمن بين هذه المطالب هو فصل الثروة عن السلطة، تقرر ذلك باحتشام في الدستور، وقيل في الفقرة الثانية من الفصل 87 من دستور الحلف المسودة، قيل بأن الوزراء لا يجب أن يمارسوا التجارة ولا يجب أن يقوموا بأعمال تجارية وأن يساهموا في الصفقات، ولكن هذا القانون مازال موجود. لكن هذه الفقرة تم حذفها في ليلة صدور الدستور بالجريدة الرسمية، بمعنى أن اللوبي الفساد لا زال يتحكم في رقاب البلاد والعباد. ولهذا فلا زال مطلبنا، وهذا يعني طلبنا من رئيس الحكومة قبل أن يتولى رئاسة الحكومة بالهاتف، قلنا له لقد حذفوا الفقرة الثانية من الفصل 87. أيوة. واستنكر ذلك استنكارا شديدا، اعتقدنا بأنه سيقلب الدنيا، لكنه مع كامل الأسف لم يحرك ساكنا، لأنه كان موعودا بكرسي الرئاسة. فالسياسيون عندنا في المغرب يهرولون بسرعة فائقة من أجل تسلق الكراسي دون أن يسمعوا لنبض الشعب. الشعب لما خرج في العالم العربي وفي المغرب أيضا بحركة 20 فبراير، طالب بإسقاط الفساد، لكن الفساد أصبح هو سيد الموقف، لا حياة لمن تنادي. ويتواصل هذا حتى مع الحكومة الجديدة في المغرب، يتواصل وبشكل لا يمكن تصوره. الحكومة الحالية